الحمد لله رب العالمين، يقبل من العمل ما ابتغي به وجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالأعمال التي يقبلها الله تعالى هي التي يريد بها المؤمن رضا ربه، ولا يجد أجرها إلا منه، وذلك في جميع عباداته ومعاملاته وفي شأن كله. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا توجه المسلم إلى القبلة يصلي، فإنه يبتغي بصلاته وجه خالقه. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وإذا أدى الزكاة فإنه يخرجها طيبة بها نفسه، يبتغي بها وجه ربه. قال سبحانه وتعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذين يضاعف الله تعالى ثوابهم ويعظهم أجرهم. قال سبحانه: إنك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. وهكذا هو شأن المؤمن، يفعل الخير لوجه الله ليكون من الذين. قال الله تعالى حكاية عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقدم الخير الكثير للناس ابتغاء وجه الله تعالى. فنزل الله تعالى في القرآن الكريم عن شأنه: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وإن أحق الناس بالإحسان أهل المرء وقرابته، يصلهم ويحسن إليهم ويسامحهم، وبكل خير يذكرهم ابتغاء ما عند الله. قال سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فاللهم اجعلنا ممن يبتغون بأعمالهم وجهك الكريم، لنكون عبدك من الفائزين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.